بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه في الدارين، آمين. الكتاب السادس، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وفيه 205 بابا. الباب الأول، باب افتتاح الصلاة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 52 بعد 800. يقول: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. يبقى في هذا الحديث يبين لك أنه إذا أراد الصلاة، إذا قام يبقى القيام، يبقى القيام ركن من الأركان، إلى الصلاة استقبل القبلة، لأن شرط صحة الصلاة استقبال القبلة، ورفع يديه أثناء تكبيرة الإحرام، وهو سنة بالإجماع رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام، وقال: الله أكبر، وهي ركن بإجماع الفقهاء. وكونه إذا قام إلى الصلاة يعني إذا أراد، أي إذا نوى، فدخل فيها النية. يبقى الأركان الأولانية اللي بتقابلك في الصلاة النية وتكبيرة الإحرام مع القيام عند القدرة ورفع اليدين سنة أثناء تكبيرة الإحرام. يبقى بدأنا الصلاة كده عارفين إيه الأركان وإيه السنن. عندنا القيام مع القدرة أول ركن، تكبيرة الإحرام الركن الثاني، وتكون مصاحبة بالنية الركن الثالث، والثلاث أركان دول تلاقيهم كلهم مع بعض، النية وتكبيرة الإحرام ورفع الإيه النية والقيام وتكبيرة الإحرام، الثلاثة دول داخلين في بعض، وتكبيرة ورفع اليدين مصاحبة ليهم وهي سنة. يبقى كيف تدخل إلى الصلاة؟ تقول: أدخل إلى الصلاة بثلاثة أركان وسنة. ثلاث أركان وهو القيام، تكبيرة الإحرام، النية، والسنة رفع اليدين. فألهلكه بهذا الحديث. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح صلاته، أي بعد تكبيرة الإحرام قبل الفاتح، يسموه الاستفتاح وهو سنة بالإجماع، ويسقط عند إيه؟ عند المتأخر. لو دخلت على الإمام بعد تكبيرة الإحرام فلا تنشغل بأي شيء إلا الفاتحة، حتى تدرك قراءة الفاتحة قبل أن يركع، فلا تنشغل بدعاء استفتاح، فعلى ما تخلص دعاء استفتاح وتبتدي تشرع في الفاتحة تلاقيه ركع، ما ينفعش كده. يبقى دعاء الاستفتاح للمنفرد وللإمام
وللمأموم إن بدأ مع إمامه في تكبيرة الإحرام. لكن لو المأموم مسبوق ودخل ولا الإمام انتهى من الفاتحة وبيقرأ في السورة ودخل معه، عليه أن ينشغل بقراءة الفاتحة مباشرة حتى يدرك قراءتها، فلا ينشغل بسواها، لأن الفاتحة ركن ودعاء الاستفتاح سنة، فلا ينشغل بالسنة فيضيع الركن. واضح؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. في طبعا روايات تانية يقول بعدها: لا إله إلا الله 3 مرات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبعدين يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل دي سنن، وبعدين يبدأ بقى في الفتح. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. سكت يعني هذا حال من يصلي خلفه، يجده ساكت لكن هو يقرأ دعاء الاستفتاح سرا، فدل على أنه لا يجهر بدعاء الاستفتاح، حتى في الصلاة الجهرية لا يجهر بها الإمام. يبقى السنة في دعاء الاستفتاح الإصرار في الصلاة الجهرية والسرية سواء بسواء. سكت بين التكبير والقراءة يعني الفاتحة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء استفتاح آخر. يبقى دعيت الاستفتاح كثيرة، لها نماذج كثيرة، هذا نموذج، وفي بعد التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين، يسموه دعاء التوجه عشان فيها وجهته، وهو أشهر أدعية الاستفتاح. يبقى في أدعية كثيرة في استفتاح الصلاة. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. باب الاستعاذة في الصلاة. يبقى بعد دعاء الاستفتاح في الاستعاذة، هو ماشي معاك بالترتيب كده كأنك انت داخل في الصلاة بالترتيب: استقبال القبلة، رفع اليدين وتكبيرة الإحرام مع النية، دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، القراءة. يبقى ماشي معاك بالترتيب كده. والاستعاذة سنة بالإجماع وليست ركن، فمن تركها صلاته صحيحة ولا يسجد للسهو ولو عامد متعمد مع الذكر. واضح؟ باب الاستعاذة في الصلاة. وعن أبي قال: وهي سنة قبل القراءة في كل ركعة وليس في الركعة الأولى دون باقي الركعات. وهي سنة في الركعة، في كل ركعة قبل الفاتحة، في كل ركعة قبل الفاتحة، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة. شنو أنا استعذت في أول ركعة؟ لا، قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة. باب الاستعاذة في الصلاة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا 3. يبقى ده دعاء استفتاح آخر أهو غير اللي فات. كل دي أنواع، أنواع لأدعية الاستفتاح. ممكن تقول الله أكبر، دي تكبيرة الإحرام، وبعدين الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، سبحان الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله بكرة وأصيلة،
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. أدي الاستعاذة من همزه ونفخه ونفثه، دي إحدى الاستعاذات، لأن الاستعاذات لها صيغ كثيرة، دي إحدى الصيغ. يعني ممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص، وممكن تقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أو من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتى. تعريف الهمز ايه؟ اللي هو الموتى، نوع من الصرع او الجنون، هذا هو الهمز، يسموها الموتى، نوع من الصرع او الجنون. ونفثه اللي هو الشعر، الشعر القبيح. ونفخه اللي هو الكبر، يقول لك فلان منفوخ، منفوخ يعني متكبر. كويس. وعن أبي قال: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، دي هيئة من هيئات السنن، هيئة وقوفك. احنا قلنا القيام مع القدرة، طب تقف ازاي؟ واضعا اليمين على الشمال في أي حتة؟ على الصدر في الراجح، وإن كان ورد انك انت تحطها على السرة او اسفل السرة، ولكنها حديث ضعيف الا انها واردة، وما وردش انك انت تسبلها كده تنزلها خالص، لكن لو فعلت ذلك الصلاة صحيحة. وبعض المالكية ظنوا أن هي السنة، ولكن الحقيقة أنهم فهموا الإمام مالك غلط. يعني في مالكية لما يجي يصلي الله أكبر والناس يفتكر أن السنة عند المالكية كده، في حين أن لما تقرأ كتب المالكية سئل سيدنا الإمام مالك عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أهي من الاعتماد؟ قال: لا أعرفه، يعني لا أعرفها اعتمادا. ففهموا لا يعرفه يعني ما عملهاش، وهذا خطأ. الاعتماد يعني الاستناد، يعني على الشيء كأنه بيستند، يعني كده بساند على نفسي، يعني لأن معروف أن الاعتماد مع الاستغناء عنه في صلاة الفريضة أثناء قراءة الفتح يبطل الصلاة، كأن تستند على عمود مثلا خلفك وتقرأ الفتح، يبقى أنت معتمد عليه، بس لو شالوا العمود ده تقع، يبقى أنت كده كأنك مش قايم، كأنك أنت مستند معتمد على العمود، فهم؟ أو مستند عليه. فلما سئل الإمام مالك هل وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أثناء القيام من الاعتماد، قال: لا أعرفه، أي لا أعرفه اعتمادا، مش لا أعرفه مطلقا. واضح؟ فالسنة بالإجماع على هذا المعنى، وفي كتب حتى اتألفت بترد على الملكية اللي بيسبلوا وبيبينوا لهم أن الإمام مالك ما كانش بيقول كده، انتوا اللي فهمتوه غلط. وعشان كده كل مشايخنا الملكيه اللي كنا نصلي خلفهم كانوا يضعوا اليمنى على اليسرى، كل مشايخنا الملكيه اللي نعرفهم، لان كانوا علماء، علماء بالمذهب. لكن لو صلى واسبل يديه هكذا وقرا الفاتحه صلاته صحيح، ما فيهاش حاجه، ولا يسجد للسهو، دي هيئه لا شيء فيه. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاه. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، يعني يمسك الشمال باليمين كده، يمسكها كأنه بيأخذها ويضع على صدره صلى الله عليه وسلم، ويضع يده على كوع اليسرى، يمناه على كوع اليسرى، والكوع اللي هو الرسغ، الرسغ ده اسمه الكوع. الجماعة العيال اللي بيقروا الكلام ده من غير المشايخ فهم الكوع اللي هو المرفق، فيروح واقف عامل كده، لم يفعل ذلك إلا جاهل، ولا شيخ له إلا نفسه، قرأ في الكتاب بدون توقيف من الشيخ، فلما قرأها يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، هو فهم بجهله أن المرفق هو الكوع، فوضع يده على الكوع هكذا ووقف هكذا،
هذا جهل مدقع، وهو منتشر بين شباب الوهابية لأنهم قرأوا العلم على غير مشايخ. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. وعن أبي قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى. ما يحطش بقى اليسرى فوق، لا، يوضع اليمنى فوق كويس، لكن ما يحطش اليسرى هي اللي فوق. فمر النبي عليه وهو واضع يده اليسرى على اليمنى، فأخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى، يعني فك ايده وخد اليمنى على اعلى اليسرى صلى الله عليه وسلم. نعم المعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرب ولا قهر ولا زجر، بهدوء كده وهو بيصلي، وهو اثناء الصلاه فك ايده حط له اليسرى اليمنى على اليسرى، بس هو اتعلم خلاص. باب افتتاح القراءه. بعد كده بعد ما قال دعاء التوجه والاستعاذه هيفتتح القراءه، يفتتح بايه؟ القران كتير، ربنا بيقول فاقرأوا ما تيسر منه، يفتتح بالفتح. يبقى السنه بينت ان ما تيسر منه هو الفتح، لان القران بيقول فاقرأوا ما تيسر منه. ما تيسر منه يعني من اي جزء من القران، من اي مكان في القران، هذا الايه معناها كده. فبينت السنه ما أجمله القرآن، لأن ما تيسر منه دي مجمل يحتمل معاني كثيرة ويحتمل عوجه كثير، فصارت مجمل. جاءت السنة بينت وأن ما تيسر منه في الآية هو الفاتح، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهي الفاتح. وعن أبي قال حدثنا افتتاح القراءة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهم منها الشافعية أن هذا هو عنوان الفاتحة وليس معناه أنه لا يقرأ بالبسملة، إن هي بتقول عنوان الفاتحة، لأن لو قالت يبدأ القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ما كانتش بينت، ما كل القرآن السور بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فأرادت أن تعين السورة، وكأن قولها الحمد لله رب العالمين عنوان للفاتحة وليس أنه ترك البسملة. هذا فهم الشافعية. وفهم المالكية أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين دون أن يقرأ البسملة. وفهم الأحناف أنه يسر بالبسملة ويبدأ بالجهر بالحمد لله رب العالمين. يبقى تفهم الحديث ده بعدة طرق، ثلاث مذاهب. مذهب لا يقرأ البسملة من الأصل وهو المالكية، وهم صلاتهم تبقى باطلة عند الشافعية إلا أنها صحيحة على مذهبهم، ولذا يستحب للمالكي إذا أما الناس أن يجهر بالبسملة حتى يرفع الحرج عن غيره من أهل المذاهب الأخرى. إذا أما الناس لابد أن يراعي مذهب غيره، الأدب كده. الشيخ إسماعيل صادق العدوي كان شيخ الأزهر، وكان مالكيا أبا عن جد لحد الإمام مالك، وكان يجهر بالبسملة في الفاتحة في أي صلاة يصليها، يقول لأن مصر معظمهم شافعية حتى لا نحرجهم، هكذا العالم. يبقى المالكية عندهم في أصل مذهبهم ما يقراش البسملة أصلا، لا سرا ولا جهرا، لأنهم عندهم ليست آية من الفاتحة بل هي آية افتتاحية لكل سورة. واضح؟ ده مذهبهم. الأحناف عندهم بسم الله الرحمن الرحيم يسر بها ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين، وعند الشافعية لابد أن يجهر بالبسملة لأنها آية من الفاتحة معدودة. ومذهب الشافعية يوافق مذهب القراء،
لأن بيقول ابن الجزري في الطيبة: وكل في أول السورة بسملة. أي كده كل، أي كل القراء، قراء العشرة وغير العشرة، كل في أول السورة بسملة، والفاتحة سورة، يبقى كل القراء يبسملون في أول السورة. فدل على أن مذهب الإمام الشافعي من الفقهاء هو الذي يوافق مذهب القراء. وإذا تكلمنا على القرآن فلا بد أن نعود للقراء، فدل على أن أقوى المذاهب في المسألة مذهب الشافعي لموافقته مذهب القراء. واضح؟ ولذا ارتفع الخلاف. لو بحثت تجد المالكي هيبسمل، والحنفي هيجهر بالبسملة، وكله هيبقى صلاتهم زي الشافعية. واضح؟ ليه؟ لأن اللي يرجح بين المذاهب هم أهل الخبرة القراء. احنا بنتكلم على قرآن، نرجع لأهل القراء. القراء دول اللي هم نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا جيلا عن جيل. قالوا ايه؟ وكل في أول السورة بسملة. فيبقى هذا الكلام عند القراء يرفع الخلاف بين الفقهاء، ويضع البسملة كمذهب الشافعي آية من الفاتحة يجهر بها كما يجهر بباقي الفاتحة. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك حاء. وحدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ما زلنا نقول أن هذا عنوان الفاتحة، وليس معناه أنهم كانوا لا يبسملون. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم ابن مكرم قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن قيس بن عباية قال: حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه قال: وقلما رأيت رجلا أشد علي في الإسلام حدثا منه، فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع رجلا منهم يقوله، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، أي لا تجهر بالبسملة. وهذا الكلام يدلك على أن هذا الذي نفى سماعه لا ينفي أنهم كانوا يقرؤون بها، لأنه ربما كانوا يقرؤونها في أول القراءة بصوت خفيض فيسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. وبالتالي نعود مرة أخرى من هذه الأحاديث إلى أهل القراءة وأهل الخبرة حتى نرجح بينها. فنلاقي أن أهل القراءات كلهم يقول لك: وكل في أول السورة بسملة. فيبقى هذا الكلام حجة على هذه الأحاديث، وأنه من نفى أنه لم يسمع البسملة لم ينفي أنهم لم يقرأوا. هو يقول: أنا لم أسمع. وربما يكون كان يصلي في الصفوف الأخيرة فكان لا يسمعها بسبب أنه كان يبتدئون القراءة بصوت أخفض من بعد ما يكون شرع في القراءة. وكثير من الناس يبدأ قراءته صوته خفيف ثم يرفعه، يعني يبتدي القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمة كده. كثير من القراءة كذا، فلو كان قريب منه يسمعه، ولو كان بعيد عنه لا يسمع البداية. فهذا محتمل، وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ويبقى بعد ذلك أن نعود لأهل الخبرة. أهل الخبرة في القرآن قالوا إيه؟ وكل في أول السورة بسملة. تفتح المصحف في الفتحة تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم واحد، عدنها آية من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين نمرة اتنين. المصحف اللي أنت بتقرأ فيه اللي هو مجمع عليه متواتر يقرأ فيه المالكي ويقرأ فيه الحنفي ويقرأ فيه الشافعي، كلهم يقروا في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اتنين، مش كده برضو؟ مالك يوم الدين ثلاثة،
وهكذا. يبقى طالما عبده البسملة آية من الفاتحة في المصحف المتواتر دل على أن هذا يرفع الخلاف، وتكون هذه الأحاديث كلها قابلة للاحتمال، وما يقبل الاحتمال يسقط به الاستدلال ونتركه إلى المتواتر. واضح الكلام؟ فلا يكون حديث حجة على المتواتر. ونقف على باب القراءة في صلاة الفجر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وألمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى وفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم